المسالك والمستدركين والنقط، ولا أخفيكم سرا، أول مرة شوي أشعر بنوع من الارتياح في العمل. سأعطيكم لماذا بالضبط. أولا كانت النتيجة العام الفائت 45 فاصلة، يعني غتبان ما تسجلوش هذا الرقم يعني ما محفوظ حتى. هذا العام 52.89، وهذا إيجابي جدا. العام فايت 44.73، صافي خلص صافي زين. وأين يكمن نوع من الارتياح؟ هو عندما نجد تلميذ من بين التلاميذ تحصل على 20 على 20 في الفيزياء وطنيا، وتحصل على 20 على 20 في الإنجليزية وطنيا، وتحصل على 19.75 أي 20 على 20 في الرياضيات. هذه مجموع، معناه أني عندي 5 تلاميذ الآن، 5 تلاميذ 20 على 20 في الرياضيات و20 على 20 في الفيزياء. هذا يفتح الصدر في الوقت للمراقبة المستمرة. الوقت للمراقبة المستمرة ليست في المستوى المطلوب، معناه انه اقل من امتحان الوطن. ان الباكالوريا علوم رياضيه كلها ميزه، ما فيها حتى واحد جايب مقبول. معناه انه اولا هون يحيد ان التوجه توجه حقيقي، ما هو اللي ان التوجه كذا. كذلك علوم الفيزيائيه 95%، معناه أن توجههم 6 تلاميذ فقط مستدركين من بين 134 تلميذ. بخصوص الباكالوريا، مرت في ظروف جد ممتازة، وكان تكافؤ فرص كبير ما بين جميع المترشحين. وهذه السنة عرف واحد نوع من التطور فيما يخص الميزات، بحيث تطور بشكل كبير من مثلا في مديرية العيون من 67 الموسم الفارط إلى 152، حسن جدا. إذن على مستوى الميزات هناك تطور كيفي ونوعي للمستوى الدراسي في الجهة. حقيقة هذا لا يعني أن ليس هناك ما يجب أن نقوم به، ما زالت مجهودات يجب أن تقام، مجهودات كبيرة للمنظومة ولكل ما فيه مصلحة التلميذ. بالنسبة للنجاح، هل هناك نسب مشرفة على المستوى الوطني والنسب؟ هل هناك نسب مشرفة على المستوى الوطني؟ على مستوى الوطني لا أدري هل هناك نسب كبيرة أم لا، فقط جهتنا متميزة.